اهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقه من حلقات قناتنا قناه عصافير الزينه. النهارده هنتكلم عن البنجر او الشمندر وفوائده لطيور الزينه، ابقى معنا. في الحقيقه ان الشمندر او البنجر ده من النباتات اللي بتغذي الطيور تغذيه عاليه جدا، وعشان كده بيلجا المربين والهواة الى تقديم البنجر او الشمندر لطيور الزينه نظرا لفوائده العديده. اول حاجة او فايدة من فوائد البنجر او الشمندر انه محفز قوي للطيور، وبيساعد الانثى على تكوين عنقود البيض، وبيسهل عملية البيض بالنسبة للانثى. الحاجة التانية ان البنجر بيقضي على مشكلة فقر الدم او سوء التغذية اللي بتتعرض لطيور الزينة نظرا لاحتوائه على الحديد. الحاجة التالتة ان البنجر بيحتوي على الالياف الغذائية اللي بتساعد الطيور على تجنب مشاكل الهضم زي الامساك او الاسهال. كمان البنجر بيحتوي على الكربوهيدرات او السعرات الحرارية اللي بتساعد الطائر على الحركة والنشاط. كما يحتوي البنجر على العديد من الاملاح والفيتامينات والمعادن زي الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم. كل دي املاح بيحتوي عليها البنجر او الشمندر، كما يحتوي على الحديد والمنجنيز والنحاس. كل دي مواد بيحتاجها طيور الزينة. كما يحتوي البنجر على الكالسيوم اللي بيساعد الأنثى على تكوين قشرة البيض، وبيساعد على تقوية الأظافر وتقوية المنقار وتجنب الفروخ حالات الكساح أو الإعاقة بسبب تناول الأم وبالتالي الفروخ من البنجر. من البنجر بيرفع الجهاز المناعي للطائر وبيقي الطائر العديد من الأمراض. البنجر بيقي الطائر الإصابة بالسمنة أو التشحيم، لأنه غذاء غني جدا بالمواد المختلفة والألياف الغذائية. البنجر بيقي الطائر من التشحيم والتلييس نظرا لاحتوائه على الألياف الغذائية. بيساعد على إشباع ونمو فروخ البادجي لأنه من الأطعمة سهلة الهضم. البنجر يعتبر فاتح للشهية عند طيور الزينة، ويعتبر عامل ملطف ضد مشكلة الاحتباس الحراري عند طيور الزينة لاحتوائه على الماء. البنجر على فيتامين ألف ومجموعة فيتامين ب المركب زي B1 وB3 وB5 وB9. كمان بيحتوي على فيتامين C الذي يقي الطيور نزلات البرد في فصل الشتاء. في طريقتين لتقديم البنجر لطيور الزينة. الطريقة الأولى هي غسل البنجر جيدا للتخلص من الطين والشوائب والمبيدات الحشرية إن كان في رش من قبل الفلاح. الحاجة الثانية بيتم تقطيع البنجر بعد غسله جيدا وتقديمه في شكل شرايح توضع بين قضبان القفص بموجب شريحة لكل قفص. الطريقة الثانية بيقدم البنجر مبشور لطيور الزينة ويمكن خلطه ب... عجبك الفيديو ادعمنا بلايك، اعمل اشتراك في القناة عشان تصلك كل فيديوهاتنا. لو ما كنتش اشتركت في القناة ياريت تشرفنا باشتراكك. هنجاوب على كل الاسئلة والاستفسارات اللي هتردنا. الى اللقاء في فيديو اخر. تقبل تحياتي صبر امين من قناتكم قناة عصافير الزينة.